العالمين. بشمسها اللي بتشرق على رملها الذهبي، وبحرها اللي اشتهر بيه ساحل مصر الشمالي بجماله ومكانها الساحر، اللي اتقرر من 75 سنة بأنه يكون أرض معركة، معركة من ضمن معارك كتيرة مشتعلة في كل مكان في العالم، الحرب العالمية الثانية. لكن عيون المصريين كانت شايفة جمالها الحقيقي، فبدأوا معركتهم الخاصة، معركة البناء. شايفين قدامنا مستقبل واعد بيتولد في الساحل الشمالي لمدينة العالمين الجديدة، وعلى مساحة 48 ألف فدان. اتمد واتطور ليها طرق. المسار الجديد للطريق الساحلي بطول 38 كيلومتر. تم تحويل مسار الطريق الساحلي ليمر بجنوب المدينة. والطريق الساحلي تم رفع كفاءته ليكون الطريق الرئيسي للمدينة. طرق تنقلك لعالم العالمين الجديدة، مدينة متكاملة. شبكة الطرق الرئيسية، طرق سهلة وواسعة دون التقاطع مع طرق المشاة. شبكات المرافق، شبكات مرافق حديثة من مياه وكهرباء وصرف صحي واتصالات. محطة تحلية مياه البحر لتكون المصدر الرئيسي لتغذية المدينة بالمياه. البحيرات، جاري تكريك البحيرات الداخلية اللي هتضفي على المدينة طابع خاص وممتع. بحيرات هادية وآمنة للسباحة والكافة الأنشطة والرياضات المائية. المناطق الصناعية، مناطق صناعية كبيرة متنوعة تمثل الركيزة الاقتصادية الأساسية للمدينة. الجامعات والمراكز البحثية، جامعة العالمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا. تم الاتفاق على البدء في إنشاء جامعة العالمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة التعليم العالي وجامعة الإسكندرية، وبتضم كليات عديدة. الأكاديمية العربية، سيتم إنشاء الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بتضم أكثر من 35 تخصص مختلف في شتى المجالات العلمية، وبتمنح شهادات معتمدة من كبرى الجامعات العالمية. الإسكان، الإسكان الاجتماعي، تم البدء بالإسكان الاجتماعي وجاري الانتهاء من المرحلة الأولى منه بعدد 6000 وحدة سكنية. الإسكان الاجتماعي المتميز، الإسكان الاجتماعي المتميز تم البدء فيه ب2000 وحدة سكنية تتميز بطابع معماري فريد. مناطق سكنية متنوعة لكل فئات المجتمع، متوفر لها كل المرافق والخدمات العامة. مدينة الثقافة والفنون، بيتم إنشائها على حوالي 190 فدان، بتضم الأوبرا وقاعات عرض سينمائية والمسرح الروماني ومجمع استوديوهات ومناطق ترفيهية وفندق، المسجد والكنيسة والساحة الرئيسية. مقار إدارية للدولة،
الواجهة الشاطئية، واجهة ساحرة خلابة مطلة على بحر الساحل الشمالي بروح مدينة العالمين الجديدة. الكورنيش، الكورنيش يمتد بعرض المدينة، ممشى شاطئي عام مزين بالأشجار والنخيل، برجولات للجلوس والراحة والاستجمام، ملاعب تنس وفولي بول، عين مياه طبيعية بنافورة ساحرة. مسارات خاصة للدراجات، أماكن انتظار للسيارات، وعلى الشاطئ في مناطق تجارية، مناطق ترفيهية، وأماكن تسوق عالمية، ومطاعم وكافيهات. طول الكورنيش يضاهي طول كورنيش الإسكندرية بطول 14 كيلومتر. فندق عالمي تم البدء في إنشاؤه في إطار مجموعة من الفنادق العالمية اللي بتستوعب 20,000 غرفة فندقية لوضع العالمين كمقصد للسياحة العالمية. الأبراج، مجموعة من الأبراج بيصل ارتفاعها إلى 100 متر، منها أبراج فندقية وسكنية تتميز بموقعها المثالي المطل على البحر والبحيرات الساحرة، وتتميز بوجود مجموعة من المحلات والأسواق العالمية ومطاعم وكافيهات وجم وهايبر ماركت. الأبراج السكنية الفندقية تمثل واجهة عالمية فريدة وكلها مطلة على البحر. المصريين اتحركوا لبناء مدينة ساحلية بمفهوم حياة مستقر، مدينة متكاملة. العالمين الجديدة، مستقبل مصر. مو. مو. مو.